نحن نعيش في هذه الجزيرة بجو طبيعي ممتاز جدا، ونحن نعيش في هذه المنطقة نعيش بحياة طبيعية، ولا يوجد معنا تكنولوجيا ولا كهرباء ولا نت. عندهم تغير المناخ بأسباب العوامل التي تنتج بأسباب المصانع والشركات، وعندهم حاجة تسمى الوقود الأحفوري، هذا يأثر على المناخ. تمطر عندنا عدة كل سنة مرتين وكذا ثلاث مرات، اللي هذه السنة بسبب العاصير، وما ندري متى تجي العاصير إلا حتى تمطر عندنا وتجي، ونحسب أمطار طبيعية يعني ماشي مشكلة. بس لأن النجاحات موجود عندنا هذه السنة. أيوه. ماشي عندنا. هلكت المواشي وهلكت البقر وماشي عندنا الآن لا سمن لا روبة لا لحم. بسبب القحط. بسبب القحط. ونمدح عزن. دخل علي الأمطار. ماشي. ونمدح عزن. ونمنا بعض. إذا قبل أنا سبوس. أيوه. بين عفية والسبوس من. شعير. غالي. السبوس والشعير هذا من المدينة صعب يعني نقل. لما هنا. صعب يعني ندور حمير ودور بعير حمير ودور بعير بزمان الاول ثلاث ايام تمشي من الحديمه ولما ايه ثلاث ايام في الابل في الحمير والابل تعب الانسان ويدور ايوه يدل على ظهره. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. حياكم الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ ايش اخباركم؟ الحمد لله. البقره لما تحلبوها تستقر ما حد يأيدها وكذا، ويستخرجوا منها اللبن، وهذا اللبن اللي يقدمه للضيوف. والكلب هذه يستخدموا منها بعدين قبل. وهذا عادة التكاليف حق الناس وحق الشرب وحق كل شيء. هذا النار من نقل تجتمع عن البقار المكان المحدد لها، وكذلك بقايا عن الذباب، لأن الذباب تأيد البقار لما تجتمعين هنا تصلها نار، والدخان تبتعد الذباب. كذلك هذا عادة التكاليف الناس في المنطقة التمامي بهذه الطريقة يستخدموا، هذا روتين يعني يستخدمه يوميا. أنا ما كنت أتوقع أن أكون من الفائزين في لياء نصيب، وأنا من ضمن المرشحين الستة، وأنا كنت سعيدا عندما فزت في هذا لياء نصيب. كنت قلقا بداية، مش ما عرفت إيش الموضوع حتى أكون أخذ جلسة أو جلستين، فعرفت أن مشروع مهم جدا ويتكلم ويتحدث عن تغير المناخ، فاستفدنا منه. ونحن ما كنا نعلم ان هذه الاسباب التي حصلت علينا في سقطرة من الكوارث الطبيعيه والعاصير، بعد ما اخذنا الجلسات وعرفنا ان هي من اسباب تغير المناخ. كذلك نحن نبعد من حديبه اكثر من 60 كيلو، دائما ننزل من هنا ولا يوجد معنا اي مواصلات مثلا نزول الا صعب يعني. ولأن نحن بعد ما كملنا المشروع نزلنا إلى المنطقة نفسها اللي نحن نعيش فيه، ونعطي التوعية للناس عن أسباب تغير المناخ وتغير الأسباب التي هي تؤثر على البيئة. نحن اليوم في منطقة دكسام، المكان الذي نحن ننتقل فيه بأبقارنا وغنمنا عندما يكون عندنا قحط ما فيش أعشاب عندنا في منطقة مومي، ننتقل إلى هذه المنطقة
لأن تمطر فيها في وقت الصيف أكثر، يعني هذه المنطقة ومناطق المجاورة. ونمشي من مومي 3 أيام متواصل، ونحمل أدواتنا على البعير وعلى الحمير، ومكان شاق جدا يعني، نحن متعبين جدا حتى نوصل هنا. وبعدين لما يكون أمطار عندنا في منطقتنا مومي، نرجع من هنا نفس 3 أيام على نفس المكان هذا اللي هو جينا عليه. هذا ذبيحة من غنمنا، عندما عندنا ضيوف عندنا كذا نذبح لهم طبعا. وهذا السكاكين اللي نذبح فيها السكاكين هي من صناعة من عادات والتقاليد حقنا، في حقنا في صغير وفي كبير، هذا نوع كبير وفي كذا، وفي عاد نوع كبير من هذا عريض كذا شوية. وأفضل أن كنا نذبح بهذا معدل لهذا الذبح، ويكون نذبح في عندنا طريقة الذبح، عندنا طريقة سقطرية. العادات والتقاليد حق سقطرة ممتازة جدا. نزلنا حافظنا عليها وحافظنا على هذا الحديد، هذا السكين نذبح فيه. طبعا هذا في ناس خبراء يعدوا هذا الشيء للذبح. هذا منحس، هذا منحس يجي في الظهر، هذا منحس اسمه منحس. كانت تجربتي في المشروع تغير المناخ مع الغرف التي تم توزيعها حزب التوزيع مع المشرف سبستيان، كانت لي تجربة ممتازة جدا، وأنا سعيد جدا بهذا المشروع الذي كنت شاركت فيه، وأنا ما كنت أعلم عن هذا المشروع من قبل. من خلال التجربة ومن خلال الجلسات التي أخذناها في الأشهر الأولى، وكانت الجلسات ضاغطة بالشهر الأول، والفترة هي كانت يعني فترة طويلة 3 أشهر، فترة ليس قصيرة. ومن خلال الجلسات استفدنا كثير من هذا المشروع، مشروع تغيير المناخ، وكذلك أعطينا رأينا وأفكارنا وتعلمنا من هذا المشروع كثير من أسباب تغيير المناخ. واستفدنا من زملائنا الذين شاركونا من جميع الدول، 100 دولة في نفس المشروع، ونعتبر أسرة واحدة، نتبادل في الآراء، نتبادل في الأفكار. كذلك المؤسسة القائمة على هذا المشروع التي استضافتني في هذا المشروع، يعني قاموا بجميع الخدمات ووفروا لي كل ما أطلبه منهم، وأنا سعيد جدا من خلال هذه المشاركة. استفدت كثيرا أن أكون من المشاركين في المشروع 27 جلاكسو وفي المرحلة القادمة. هذا التجربة اللي كنت تكلمت عليها، تجربة ممتازة جدا، وأنا استفدت منها كثيرا، وسأقوم بواجبي بنشر هذه الأفكار عن تغيير المناخ في عند الأسر وعند الأفراد والمجتمع. بما استفدناه نفيد الناس.